الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. استحب بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى في حق من نسي الوضوء قبل الاغتسال أن يتوضأ بعده تداركا للسنة الفائتة. استحب بعض الفقهاء لمن ترك الوضوء قبل الاغتسال أن يتوضأ بعده لتدارك السنة الفائتة، ويدخلون ذلك من جملة صفات الغسل. والمتقرر عندنا أن صفة الغسل إيجابا واستحبابا توقيفية على النص، وبناء على ذلك فهل هذا الاستحباب مقبول أو غير مقبول؟ الجواب: هذا استحباب غير مقبول أثرا ونظرا. أما من الأثر فقد روى أصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، هذا أثرا. ولأن الوضوء سنة حدد الشارع لها وقتا، وهي ما قبل إفاضة الماء على البدن، فنقلها عن توقيتها الشرعي تحكم في أمر الشارع وعمل شيء ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. والمتقرر عند العلماء أن من عمل عملا ليس عليه أمر الشارع فهو رد. ولأن المتقرر عند العلماء أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، وهنا سنة حدد لها الشارع وقتا، فإذا فاتت الحكمة منها فإنها تفوت بفوات محلها. ولأن الحكمة والعلة في تقديم الوضوء على الغسل إنما هو لتخفيف حدث الجنابة، ولذلك يشرع للجنب إذا توضأ أشياء لا تشرع له قبل أن يتوضأ كما سيأتينا إن شاء الله. وإذا لم يذكر الوضوء إلا بعد إراقة الماء على بدنه وارتفاع وصف الجنابة فيكون الوضوء بعد ذلك لا حكمة له لفوات العلة. والمتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالقول الصحيح عندي أنه إذا فوته قبل إراقة الماء على بدنه فإنه لا يشرع له تداركه لهذه الأدلة التي ذكرت لكم.